مشاهدي قناة سودانية 24 في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج المايسترو. عنوان هذه الحلقة مزاج شعبي، مجموعة من الأصوات الشابة تتغنى بعدد من الأغنيات الجميلة والرائعة، سيستمع إليها المشاهد في هذه الحلقة من برنامج المايسترو. أرحب في بداية هذه الحلقة بالمايسترو الأستاذ الموسيقار يوسف الموصلي. كيف الأحوال يا أستاذ؟ يا مرحبا، إن شاء الله بخير. إن شاء الله طيب، تمام الحمد كيف لله. كيف الأحوال؟ المعنويات لله. كيف الليلة في السماء؟ لأنه الشباب دين حيعيدوني لأيام صباي. يا سلام، لما كنت ماسك الرق وبكتب غناي براي وبغنيه براي ومعاي كورس جميل جدا، الليلة أنا يعني إن شاء الله هستعيد كل الماضي إن شاء الله. طيب، نحن حنرجعك للماضي الجميل ده وبداية كده عربون محبة في البرنامج ده. أنا دار أرجعك شديد كده، خليكم معي عشان أصله يا أستاذ ترجع تاني بكامل بهائك وجمالك. أوكي تمام، يلا تفضل. أرحب أيضا في بداية هذه الحلقة بالفنان الشاب شكر الله عز الدين. كيف حالك؟ إن شاء الله بخير. يا مرحبا، الحمد لله. أكتر زول عزب الناس في ربط العمة، نحن البرنامج مدته ساعة، شكله باظ كده، جينا قبل ساعتين عشان شكر الله يربط العمة حقته. ما أنا بس ما متعود على الحياة دي يعني. وربط لك ربط لي ربط من العمة، ربط لي مصطفى، ومصطفى لأنه حاغد أها لفا لي عكس. هسي تلاف في عكس؟ أي والله، وعمتك لفا لي عكس. هسي شايفيننا يا أخواننا عشان تكونوا شاهدين. يلا تفضل يا شكرا. الله يخليك، الله يديك العافية. ورحب أيضا بالفنان الشاب مصطفى بربري. كيف الأحوال؟ إن شاء الله بخير حبيبي. تمام؟ كيف أنت تمام؟ ما تلومت مع شكر الله ده؟ والله ما ممكن اللي فليه أنا حقتي، اللي فليه هو سمحة وحقتي سمحة، لازم هو تكون كعبة وأنا أكون سمحة. والله أنا بحيي فيك الروح الجميلة. هاي هم أخوي كمان، لازم أعزه الروح يعني. جميلة بيناتكم. هاي كيف يا حبيبي الله شديد والله. إن شاء الله تفضل. ورحب أيضا بالفنان الشاب عبد الله كنا. ريحت روحك من ربط العمة والقصص دي مش كده؟ كيف العمة والحاجات دي ما بتنفع معي، لأنه أنا زول شاب صغير كده في العمر، فالعمة دي دائما بتكبر الزول يعني. شكر الله ومصطفى طبعا الرجال كبار وأنا أصغر زول في المنطقة دي. ديك العافية. أنا بس دار أقول إنه أنت جيت من بيتكم معنى الطاقية، الطاقية دي حقتك. والله أخوان أنا من هنا بحيي أخونا منذر قصاص والله. يعني له التحية والله يا منذر يا أخي. شايل الطاقية دي أبو كان؟ والله يا أخي يعني جاب لي والله. ما قصر لي. والله ما قصر. تفضل نشوف الليلة برضه هناك بإذن الله في اللون الشعبي ده. إن شاء الله يجيب المشاهدين. لا إن شاء الله إن شاء الله. ورحب أيضا بالصوت الرابع في هذه الحلقة، فنان شاب أبدع في تقديم الغناء الشعبي، استمعوا له كثير من الناس عبر الوسائط، وتحت كده قال لي يا أخي أنا حفلاتي بتاعت الشعبي غالية شديد بالناس. الفنان أحمد حسن قرقول. كيف الأحوال أبو حميد؟ كيف أخبارك؟ إن شاء الله بخير. تمام؟ الله يخليك. الكلام اللي أنا قلته ده صح ولا ما صح؟ أول حاجة تحية ليك وتحية لقناة S24 وتحية لكل الشباب الموجودين، أخواني طبعاً أنزل حبايبي، وأنا سعيد والله إن أكون معهم. أنا أصغر من عبد الله. أصغر من عبد الله؟ خلي المشاهد يحكم بعد ده. لا هم عارفين المشاهدين كلهم. عبد الله قديم يعني. أنت قبل قلت ليش موضوع الغنى الشعبي حتجيب لنا مشاكل وضرائب كويس إني ما قاعد أشتغل حفلات شعبي كثيرة. طيب أنا برحب والله بالفرقة المصاحبة لنا الليلة في برنامج المايسترو، وانت الليله حنبدا بك يا احمد. أوكي. عشان انت يعني في الفتره الاخيره اشتهرت باللون ده، وبالموازي برضو انت قدمت اعمال كثيره جدا الناس بقت تسمع ليها وراسخه في اذهان الشباب يعني. ان شاء الله. انا شاكر لك حضورك معنا في المايسترو، ودارين نستمتع بغناك الجميل ده يا احمد. جدا احمد اسمان، ان شاء الله تستمتع ونستمتع كلنا والمشاهدين كلهم يستمتع، وربنا يقدرنا يعني نقدر نبسط الشعب السوداني. الله يديك العافيه. يا سلام، تفضل يا ابو حميد تفضل. يا وادو خد
والليلة سهرت وما عذرني معلوم علي معلوم أغني يا لعلي يا معلوم طاعي عني معلوم حبيبي أنا عاشق يا معلوم وبعيد عني معلوم أغني يا لعلي يا معلوم طاعي عني معلوم معاك يا ليل عيوني سهران في خياله طاعي عني معلوم معاك يا ليل عيوني سهران سرايك للنهاية طاعي عني معلوم حبيبي أنا علي معلوم طاعي عني معلوم حبيبي أنا عاشق يا معلوم وبعيد عني معلوم حبيبي أنا علي معلوم طاعي عني معلوم شكرا يا قرقوني، اجمل بدايه للحلقه دي انها هي بيك انت وبالطرب الجميل ده يا اخي. كتر خيرك يا اخي. الله يعافيك الله يعافيك، ان شاء الله تكون مبسوط والله جدا بوجودك معانا. الله يديك العافيه. قلت لي عداداتك في الغنى الشعبي ماله ثقيله؟ ها ثقيله. هو قال لي رقم اقوله؟ لا لا. رايك يا استاذ؟ يا سلام. قرقور انت غنيت عدادات اكثر مني لما انا كنت فنان شعبي؟ لا اكيد. شفتها؟ زول ذكي جدا وسمارت. يا سلام. غناك جميل والله. حياتك جميله. الاغنيه دي من الحانك؟ لا، دي كلمات والحان الاستاذ عثمان عبد العثماني. الله يديه الصحه والعافيه. طيب
الغنى الشعبي يعني يظل عنده سحره وعنده جماله وعنده الناس اللي بيحبوه ونحن كلنا بنحبه يعني مهما تطورت المزيكا وبقت في أشكال جديدة بنشوفها لكن يظل الغنى الشعبي السوداني ده عنده وقع خاص جوانا. وحلقة الليلة ده رجعتك لبداياتك يا أستاذ. رجعتني لبداياتي طبعا. أنا بديت مصطلحا كمغني شعبي وأنا ده كلام عندي فيه كلام نحن ما فنانين شعبيين ده تعريف أنا حاجي له لكن خلينا نتفق على أساس إحنا شعبيين. أيوة. أنا بديت سنة 69 وأنا في ثالث عالي كويس غنيت كفنان شعبي ودخلت الحفلات طوالي وبديت بأول أغنية في بيت في حفلة أنا لزوني جنب الخور كده الحفلة جنب الخور كده لزوني قال الود ده بيغني وبتاع ولاد حلة فقمت غنيت قامت بيت أدتني منديل الزمن ذاك طبعا دي أقصى درجات الإعجاب من البيت تجاه الشاب يعني وأنا كنت خجول جدا فرديت بقصيدة قلت بسموا وقالوا لي منديلك يا غالي وسألوا عن الحبايب والعاشين في بالي جوابي قلت لهم رايق وقلبي خالي جوابوا قالوا لي أريدك بالتوالي يا العايش جواري وبسحرك ما بتبالي يا اسمك مسطر بدمائك الآلي. يا سلام يا سلام. ومن محاسن الصدف انه نحن غيرنا الكلمات وديناها لمحمود عبد العزيز بنص ثاني لا مقدور اسيبك ولا ايش معك ده اول لحن انا عملته بالنص اللي انا قريته لك يا سلام يا سلام. وبعد كده توالت الالحان وحصلت لي حاجات غريبه جدا يعني مثلا الاغنيه بتاعت يا حليل ايام انسنا الظريفه والمحبة اللي كانت طاهرة وشريفة أنا سمعتها في صبحية من عبد الله محمد بعدين ما حفظت الكلام قلت أنا عم شنو قمت كتبتها يا حليل لحظات حلوة وبديعة يا أسعد ليالي مرت سريعة دي اشتهرت أكثر من الأصل. يا سلام يا سلام. فا يعني في انا عندي شويه ذكريات كثيره ان شاء الله ممكن طيب لو الوقت سمح. منديل اسي وين يا استاذ؟ ها؟ منديل وين اسي؟ يا حليل زمن المناديل. حق الواحد والله حق الواحد يكتب نظي ده. يا سلام. ويغني شكرا الله. جاهز والله. اللي ادوكم فيه منديل منه. شكرا الله. والله ما انا ما بدوني مناديل والله المنديل ده شويه كده شنو يعني كرفيت انا حضرت بتكون حضرت اخر المناديل وانت جاي على كده. لا لا انا ما حضرت اي منديل. لا اخر المناديل والله جاي على الواتساب والفيسبوك. اخر مناديل وتسلموا الاستاذ. يا سلام. طيب انا داير اسال احمد حسن قرقوري باعتباره انه هو اول زول يعني غنى في الحلقه دي وغير كده برضو انه فتره من الفترات انت عملت شكل الناس عرفتك به يعني وميزتك به من بقيه الفنانين. كيف الالات الموسيقيه دي بتدخل في الغنى الشعبي انه معروف هو بتكون فيه ايقاعات وكده لكن كونه تدخل فيه مزيكا وجيتارات وكيبورد كمان دي القصه الجديده يعني اللي انت اشتهرت بها. طيب هو حقيقه برغم تطور الموسيقى الحاصل في العالم كله نحن كل اسبوعين ثلاثه كل شهر بنسمع مقطوعات جديده وتطور موسيقي كبير الا ان الأغنية الشعبية بسهولة شديدة بتسحب البساط يعني الأغنية الشعبية هي من الأغاني اللي بتحبها كل المراحل السنية الناس الرجال الكبار الشباب الصغار النسوان البنات فبسهولة شديدة الأغنية الشعبية بتسحب البساط من الأغنية الموسيقى كثيرة فأنا كنت بحب الأغاني بحب الشعبي من زمان يعني بسمع الشعبي صرف صريح ايقاعات بس كان ناشف فطلعت اغنيه كانت اول تجربه لي كانت شعبي بعد كده قمت عملت اغنيه بالبيانو حسيت انه انجذبوا ليها الفئه الاصغر سنيه بالبيانو بالبيانو وشعبي كان في كيبورد بيانو طلعت الاغنيه وكان معاها الشعبي فبدأت اجذب الاجيال الصغيره وهو اساسا ده كان الهدف لانه هم بيقولوا لك يا اخي مثلا الغنى الشعبي الغنى الكبير ده نحن في كلمات كثيره ما بنقدر نفهمها ما بنكون عارفين الناس بيقولوا في شو حصل تطور الناس عملت ابديتنج للاغنيه الشعبيه بقى في كلمات جديده بلغه العصر
الناس بتقدر تفهمها بالذات الأجيال الصغيرة. طيب نعمل شنو؟ قمنا نضيف لهم سكشن بتاع مركبات. لكن أعتقد أنت اتبعت خطوات كروما كده مع الشوق. كانت بالبيانو برضه. كانت بالبيانو. أنا طبعاً ما سمعتها من كروما بالبيانو. بكيف؟ صراحة. لكن والله معناته أنا ما مشيت بعيد. أيوة. معناته أنا ما مشيت بعيد. صح. جيت في نفس المجرى. أيوة. فنجحت الفكرة بعد كده الحمد لله رب العالمين، ومجموعة من الأعمال نجحت معها. الشباب بيحبوا الشعبي، كمية من الفنانين حبوا الغنى الشعبي، وزي ما قلت لك ستظل الأغنية الشعبية هي سيدة الموقف. أنت يا أحمد بتلقى فيه نفسك مش كده؟ أيوه. هو الأغنية الشعبية دي لازم تلقى فيه نفسك، لأنه هو بدون شجن أنت ما هتقدر تغنيه. فهو داير كمية كبيرة من الشجن، داير كمية كبيرة قدر كافي من المحبة جواك. تقدر الأغنية تنبع منك، لأنه ممكن عاد أنا أغني أغنية ما في ركوز، عاوز اوصل شجن. ايوه فعلا المركبات البيانو بيدي الصوت برضو، هو صوت ما اله من الالات الموسيقيه، لكن هي اله بشريه. فعاوز شجن، كميه من الشجن. طيب سمعت كنا ده قبل كده بغني شعبي؟ كنا حبيبي انا وكنا ده اصحاب بالمناسبه من قبل ما انا اعرف هو فنان. انا ما كنت عارف انه هو فنان. والله العظيم كنا اصحاب وحبايب، يعني اصحاب شديد، وبنتلاقوا. أنا تفاجأت فجأة إنه كنا فنان، قلت لي أنا آخر زول عرفت إنه أنت فنان. يا سلام. طيب أنت رأيك الفترة ذيك طبعاً يا قرقوري أنا ما كنت قاعد أغني بصورة يعني بروفيشنال كذا. اتغاتت عليك بس. لما اتغاتت عليك والله ما كنت عارف وبعد كذا يعني هسه حالياً أنا كنا من الفنانين الجميلين اللي أنا بسمعهم يعني في عرض العربية. يا حبيبي يعني كنا عندهم مجموعة بتاعت أغاني اللي أنا بسمعها. طيب ورأيك السلبي فيه غيرته؟ رأيي السلبي فيه ده موضوع شخصي كده بيني وبينه حياتي. ها؟ انت رأيك السلبي فيه شنو؟ الجبين قلت له انه هو اكبر مني في السن، موضوع ما دارتني. انا ما حاقول حاجه، انا حخلي اخواننا المشاهدين شاهدوني انا وشاهدوا اخونا. كنا من الشخصيات المتعبه شديد جدا. صح. لكن ما اكثر من شكر الله عز الدين. لا شكر الله طبعا. لا هم الاثنين والله يعني تعب شديد غير متعبين. اول حاجه يا احمد عثمان يعني لو سمحت لي، اول حاجه انا ليله سعيد جدا والله. إنه أنا والله كلنا سعيدين. أحمد حسن قرقوري اللي هو أنا مثلا ممكن أكون بعرفه لي 20 سنة. أيوة. من أقدم قبل الغنى وقبل أي حاجة. أيوة. نحن أولاد حلة أصحاب وأولاد منطقة حبيب. وأصحاب من بدري شديد وكذا. فسعيد إنه أنا اللي يكون معاي في الحلقة دي بالذات، وعن الشعبي بالذات، لأنه أنا مسميه يعني وسيطنا كده في الشباب إنه هو ملك الشعبي. يا سلام. لأنه زول جد حقيقة ما قدامه، وأنا عندي رأي تاني فيه حقوله بعد شوية. لكن انت عندك راي في اي زول حقيقه. قرقوري من الناس اللي بيغنوا الشعبي بصوره مميزه جدا 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 جدا. ما شاء الله جداً يعني في اي والله حقيقة. ما شاء الله عليك. وكنا وهو انا بوريك بعدين في شنو. طيب كنا دارين نسمعك بتغني شعبي. طيب احنا احنا الليله حنقول جافيتني ساي وبيت ودي، وشكلك شفت لك محبوب وانا الفوقك بشوف سعدي، عاد انا الله لي من ريدك انت ومن سماحتك دي. دي كلمات والحان اخونا الصديق الجميل احمد البلال. تعرف كنا احمد البلال ده انا والله احمد. لا احنا كان نختصر احمد البلال غنت لك كثير. كان نختصر الموضوع ده ونجيب احمد البلال هنا بس. كان نختصر القصه. طبعا سبحان الله يا احمد. احمد البلال ده صوت جميل جمال. احمد البلال غنى شديد بالمناسبه. ايوه زول جميل جمال فوق للخيال والله. وحيكون ان شاء الله في المايسترو السنه الجايه باذن الله. بعدين يا احمد عثمان، احمد البلال لما يعني طبعا احنا القوايد بتاعت الغنى دي بنسمعها بصوته، فبدخلنا في امتحان ما يعلم به الا ربنا. انت لازم تسمع الغنية عشان هو زول غنى شديد بالمناسبه، فتسمع. يلا دارين نسمع. طيب جافيتني ساي يا اخوان. جافيتني ساي وبيت ودي، وجافيتني جافيتني ساي وبيت ودي وجافيتني. شكلك شفت لك محبوب وانا فوقك بشوف سعدي، عاد انا الله لي من ريدك انت ومن سماحتك دي. ولا عاقل ولا مجنون، بعد ما كنت مليان بيت جفاك ملا قلبي شكو ظنون. بقيت في ريدك المحبوب ولا عاقل ولا مجنون، بعد ما كنت مليان بيت جفاك ملا قلبي شكو ظنون.
سمحتك يا الصغير في السن اللي خلتني ابقى بيك مفتون سمحتك يا اي سمحتك يا الصغير في السن اللي خلتني ابقى بيك مفتون بريد فيك ملمح الغزلان وموت فيك حاجه خبالك يا وحيد عمري الهوى بيتين وتزلو بمن الدنيا ما ملاك خبالك انت بتملو بريدك ما عشان لازم وشبه الريد من قلو من قلو بريدك ما عشان لازم وشبه الريد لكن بس عليك هلو بشوف منك أزا وحلو يا فيدي ساي ولد الله يا فيدي شكرا شفت ليك محروم من الكوب المدوث عليك هذا الله ليلي سمحت ليلي يفك ليل وبفيدك يا أخي أجفاني ونزيد في الصف ما تخاف ما بشيل منك ما تشوف في هواي رجوب عليه كل الخلوق تشهد ما تشوف في ما تشوف في هواي رجوب عليه كل الخلوق تشهد بحاول افضل اخلص ليك والله يحقق قلبك شكرا يا كنا الله يديك العافيه عملت لنا جو ظريف والله الله يخليك والشباب اللي في الكواليس يتفاعلوا مع الاغنيه اللي قدمتها بشكل جميل والله كتر خيركم يا شباب ها رايك شنو يا استاذ في كنا في امتحان الشعبي ده كنا طبعا انا يعني امنت بانه فنان مجيد الله يديك العافيه انه يغني كويس بعدين انا سمعته في كذا لون وهو اميل للجانب التقليدي يعني الشعبي زي ما نحن بنسميه ولكن في حداثة في نوع من الحداثة حتى لحن أحمد البلال ده يعني لو حصل له توزيع بسيط ممكن يشتغل بره جميل جدا بسيط وجميل ولطيف لكن كنا كما كنا نعتقد فيه فهو يعني دائما بينجز الحاجة كويس الله يديك العافية يا أستاذ الله يديك العافية الله يخليك الله يخليك أكون أنت رأيك شنو في ردة فعل الناس وبعدين يعني الغنى الشعبي زي امتحان الكيمياء صح يا قرقوري؟ أي والله صعب صعب جدا صعب. امتحان لكن على كل ما صعب يا عبد الله كل مشدبي أنا علمي يعني ماذا أنا علمي أنا علمي عشان كده ردة الغنى الشعبي والله ما صعب على عبد الله كله يعني عبد الله بيقدر يغني تخيلي
الشعبي والحديث وكله يعني ما شاء الله يعني. الله يديك العافية حبيبي. طيب. يا كنا طالبك كده والله ما قصرت معك مصطفى. الغنى الشعبي محتاج تكنيك محدد، محتاج تمارين في الصوت، يعني سهل جدا المزيكا تشيل منك عناء بتاع حاجات كثيره، لكن في الشعبي ده يا تغني يا تغني، انت يا فنان يا ما فنان. رايك الشعبي ده اصعب انواع الغنى المرة على تاريخ السودان، انا عن اعتقادي انا رايك ما اعرف، لانه طبعا زي ما انت قلت، انت لو سرحت سرحه بسيطه بتروح عليك صح، الموضوع كله بيروح عليك، فلازم انت تكون مركز تركيز تماما وحافظ ومتقن الحاجه دي ويعني ومبرف لها كثير جدا، لانه الحاجه دي طبعا ما حاجه سهله. فالغنى بالمزيكا يعني خلاص ممكن المزيكا تلحقك، اي واحد من العازفين يقوم يلحقك، لكن الغنى الشعبي صعب انه تتلحق، لانه ايقاعات وكورس، فصعب. فانا شايفه انا من وجهه نظري اصعب انواع الغنى المره على تاريخ السودان، لكن طبعا هو لون جميل جدا 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 وبيخد فيك روح البهجه كده والمسره. صحيح. يعني انا ذاتي الليله في البرنامج ده للمعلوميه كده اول مره في حياتي انا اغني شعبي. استاذنا الموصلي، يعني في اسماء كثيره جدا احنا اذا عددناها هم الناس اللي زرعوا في دواخلنا حب الغنى الشعبي، يتميزوا فيه وقدموه للناس بشكل جميل جدا، وما تزال ذكراهم موجودة وحاضرة، والشباب ديل هم امتداد لجيل صنع المزاج حقنا بتاع الغنى الشعبي ده. أيوة، أنا أذكر يعني الفنان العظيم الراحل محمد أحمد عوض. يا سلام. أنا بفتكر ده واحد من أعظم الفنانين المروا في تاريخ السودان، مش على إطار كفنان شعبي المصطلح الغلط قاعد نقوله ذا الآن حصده، لكن في إطار كل الفنانين السودان الموسيقيين على اللي بيستخدموا الموسيقى واللي بيستخدموا الكورس والإيقاعات والغناء معهم. محمد أحمد عوض يعني لما تسمع أيامي أنا يا باهي السنة، أنا لما أسمع بتخيل إنه في أوركسترا عالمية شغالة عاملة خلفية موسيقية ما عادية، وبتخيل إنه الأغنية دي العالم كله بيرقص فيها. يعني محمد ده مميز جدا. يا سلام. وعبد الوهاب الصادق برضو. طيب ديل بنسميهم نحن فنانين شعبيين. طيب شنو التصحيح اللي انت داير تصححه في مفهوم الغنى الشعبي؟ طيب الفنانين ديل ما شعبيين، ديل هم الشق الاخر من الحقيبة بستايل مختلف. اما الفن الشعبي المتعارف عليه في العالم اللي هو الفن التقليدي الشعبي، ده فن اولا مجهول المؤلف، يعني بيبدأ بيكون عمله زول، بيكون ضارب في القدم، ينتقل بين الناس سماعا وبتغير من شخص الى اخر، زي مرات بيعملوه البنات مثلا لما يسمع اغاني زيدان مثلا ولا عثمان حسين، وبيقيد تدعب الموج يقول لك وتعيد تتعب الموت، السماع بتاعهم غلط، فبيتنقل من زول لزول 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 ويتغير. الفن الشعبي هو بيظهر في البيئات الزراعيه الرعويه عند الصيادين قربية. عند الجماعة دي الآي في المناطق الريفية وحتات زي دي آي، وما بكون عنده مؤلف زي غنى الحكامات، بتجي حكامة بتعمل حاجة وبعدين دي بتغنيها ودي تنقولها لدي، وبعدين ما بتسمع الكلمات صح تقوم تعمل فيها كلمات، زي ما أنا عملتها مع أنصر الظريفة بتاعت عمنا المرحوم عمر البنا الله يرحمه فنان المبدع الكبير وكذا يعني. فده التعريف بتاع الغناء الشعبي. طيب يا استاذ معلش انا قاطعتك، يعني انا عايز اعرف التعريف ده هو تعريف للاغنيه الشعبيه ولا لاسلوب الغناء الشعبي؟ تعريف للاغنيه الشعبيه ذات نفسها، ده التعريف الاكاديمي المعروف المتعارف عليه في العالم، في ناس بيقولوا التقليديه، في ناس بيقولوا الفولكلوريه، وفي ناس بيقولوا الشعبيه، الاغنيه الفولكلوريه او التقليديه او الشعبيه، والفنان اللي بيغني الغنى ده بيعرف كده. طيب لكن بالنسبة لنا نحن ما أي مصطلح، حتى في المزيكا أنا لاحظت أنه نحن قاعد نقول مصطلحات كثيرة غلط لكن اتفقوا عليها الموسيقيين خلاص، فخلاص بقت حاجة سايرة، يعني كل ما هو شايع من الأخطاء أصبح صحيح. فنحن قلنا فن شعبي. أوكي. فن شعبي. طيب. أنا بس حبيت أوصل التعريف للناس. يا سلام، وصل يا أستاذ مصطفى، دايرينك تولع الاستوديو ده بالغنى الشعبي.
جدا والله. انا طبعا دي اول تجربه لك مش كده؟ اول تجربه ليا. وطبعا الاغنيه دي انا امبارح بالليل كتبتها طبعا. شكرا الله لانه عارف حيقول لك الكلام ده طبعا. قول له ما كان قال. انا اقول لك حي يا حمد. طيب يا شكرا. انا ما هددته في الكواليس. قلت له انا حقولي الاغنيه دي كتبتها امبارح حسي شفته قال ما هو فاجاني طبعا بالحلقه لكن قلت له شكرا الله اقول لك حاجه. هو كان زعلان ان انا اغني سيره قال لي ما تغني سيره انا مغني سيره اصلا ما تغني معي سيره. قلت له خلاص ما في مشكله يا سلام. فقمنا دي امبارح طيب خلينا نسمع فان شاء الله تعجب الناس ان شاء الله باذن الله. الليلة يوم الهنا ويوم شفت الحبيبنا الليلة يوم الهنا ويوم شفت الحبيبنا مسرور الشهادة لله فريق بين وبين الحضور الليلة يوم الهنا يوم شفت الحبيبنا الليلة يوم الهنا يوم شفت الليلة يوم المنى ويوم سلم علي أنا الليلة يوم المنى ويوم سلم علي أنا حسب العيون الليلة يوم مجنون يوم اتلاقت فيه العيون ما بيسيبني قال تاني ما بسيبه مهما يكون الليلة يوم الهنا يوم شفت الحبيبنا الليلة يوم الهنا يوم شفت الحبيبنا الليلة يوم مجنون يوم اتلاقت فيه العيون الليلة يوم مجنون يوم اتلاقت فيه العيون ما بيسيبني قال تاني ما بسيبه مهما يكون ناسهم ديروا عرفوا والخبر يوصل الخرطوم الليلة يوم الهنا يوم شفت الحبيبنا الليلة يوم الهنا يوم شفت الحبيبنا الليلة أنا ما بنوم للصباح في بحري بحوم الليلة أنا ما بنوم للصباح في بحري بحوم خلي ناسهم ديروا عرفوا والخبر يوصل الخرطوم الليلة شوف
حبيبنا. كنا رايك شنو؟ والله حقيقة يعني أنا مصطفى ده عندي فيه آراء كثيرة جدا. أها. ما يعني والله مصطفى يا غنيت جميل شديد والله. لأن أنت زول فنان وزول غناي شديد والله يا مصطفى حبيبي. نزل على أستاذنا الموصي. فنان فنان يعني فنان حفلة يعني مصطفى البرمجي. صح. أيوة يعني صح. أنا بحبه لأنه طبعا ده ستايلي برضه أنا بحب يعني الزول يكون إنه هو فنان حفلة فمصطفى جميل في الحفلة. يا تعرف يا بننقطع كلامك أنت عارف قرقوري. يعني من الناس اللي انا ما عشان قدام ما عشان قال الكلام ده لكن انا من الناس اللي انا برشحهم للناس يعني بيقول لي يا اخي طيب يا مصطفى لو انت مثلا مرتبط احنا مثلا دارين منه بقول لهم والله يا اخي قرقوري شكر الله عبد الله الشباب ديل يعني الناس شنو بيكونوا متحركين ودمهم خفيف من اولهم والله قرقوري يعني زول محبوب جدا وسط الشباب وفي المناسبات الخاصه يعني يا سلام. رايك شنو في الاغنيه اللي قدمها مصطفى؟ لا مصطفى الأغنية دي حسب الجوالة بتاعت شكر الله جوال يعني لا 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 طبعا أنا بخطها خليها فني يعني إنه ورانا إنه أنت الأغنية دي كتبتها امبارح الحقيقة أنت كتبتها بأسلوب برضو أقول شعب جدا يعني يعني للقاعدة تحت جدا ودي قاعدة مهمة جدا بالمناسبة طبعا أكيد أن إحنا لازم نعمل حسابها ولازم نديها حقها يعني احنا ما ممكن كل الاغاني نقوم نقول الكلام ما وراء الكلمات وما وراء المعاني والسجع والطباق نحن برضو عندنا شعب بسيط جدا بنحتاج انه نقول له كلمات بسيطة جدا على بس على شرط واحد الا تخدش الحياة غير كده فليغني المغني وكل على هوا يا سلام عجبتك الغنية يعني يا أستاذ أيوه وطبعا صوتك هو اللي عجبناك يا أخي تسلم الله يديك طيب إحنا مباشرة أنت إحنا مباشرة دارين نسمع شكر الله شكر الله حنسمع شنو منك نسمع أغنية جديدة الليلة أنا أول يوم أغنيها مش من المفاجآت طبعا إحنا متخيلين الحاجة لا حقيقة أنا الليلة يعني أول يوم حغني فيه الأغنية دي الليلة اسمها الغمازات هي كلمات وألحان هيثم عباس انا برضو بحيو من هنا وبقول له يا اخي ان شاء الله الليله يكون يومك خفيف برضو امتحان يا شكر الله والله هي يعني عامل لها اسمين طبعا هو ذاته يعني انا دار اسميها الغمازات وهو دار اسميها سودانيه هي بتقول الغمازات الازني ازيه قلت لها يا اخ من وين قالت لي سودانيه يا سلام. يا سلام الاب وسيم دهمش والأم حنان شايقية انعبكوا وانعقدوا جابوك يا شويدنية يا سلام الغوام ممشوق مبشي القديم قمرية يحفظك ربك نافعاك بياضنية يا سلام ده هي من من فأنا بقول الغمازات لأنه هي بدايتها طبعا بالغمازات وهي مسميها سودانية انت قاصد بازول انت قاصد بازول محمد عثمان احنا جيبنا كم عباس هنا واحمد البلال هنا أنا طبعا لانه شكر الله برضه هديها لي الاغنيه يلا شكر الله هديها لي قرقوري نسمع ان شاء الله نسمع الغمازات الغمازات الازني ازيه قلت لي حي اخي من وين قالت لي سودانيه الغمازات الازني ازيه قلت لي حي اخي وين قالت لي سودانية الأب وسيم دهمش والأم حنان شايقية انعبقوا وانعقدوا جابوك يا شويبنية الأب وسيم دهمش والأم حنان شايقية انعبقوا وانعقدوا جابوك يا شويبنية القوام ممشوق ممشي القدم قمري عود سلم فرعك سجاعة يا بلبلية الغمازات الأزني أزية قلت لها يا أخ من وين قالت لي سودانية القرصة والخش رب وسع الرقلة يا ساعة يندلق من فاهي الرجل يا ساعة جندل قومي
تشوفي شر بلية يحفظك ربك نبعات بياض النية واحدة بواحدة حلمك علينا شوية شكرا يا شكرا الله الله يخليك يا ابو حميد يعني. اتفقتوا هسه خلاص على الاسم بعد القصه هاي حتكون هنسميها سودانية يسموهم يسموها ايه يسموها الغمازات سودانية اشمل لانه فعلا البيت السودانية او المرأة السودانية بتحتاج انه احنا نغني لها ونمجدها لانها من اعظم 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 حاجة في السودان والله ده الكلام اللي قدام الكاميرا لا جد والله حقيقة طيب وتحت الكاميرا اللي قلتوا لي قبل لا والله انا والله العظيم يشهد رب العباد ما قلت لي اي حاجه هي اسم الغمازات لكن طالما نحن في قناه سوداني انا حسميها لا هي ما اصلا اسم يعني اسم الغمازات الا زنيها زي قلت لها يا اخي من وين قالت لي سودانيه 24 خليك في الغمازات 24 رايك يا استاذ هنا الغمازات دي هنا النونات طبعا اها فانا غنيت يعني لروحي طبعا وجنات يا استاذ عمك الراحل احمد المصطفى قال احب واحب نونات نونات في وجنات لكن أنا بفتكر إنه الفكرة جميلة جدا هي إشادة بجمال الفتاة السودانية يعني الكلام ده ما عن بيت معينة أنا عني أنا كمستمع باخذه إنه ده بيتكلم عن جمال البيت السودانية المميزة بالغمازات يعني أكثر البنات السودانية وأنا شكرا له بالمناسبة فاجأني في البرنامج ده بالتنوع بتاعه بشموليته في إنه غنى بالطنبور غنى بالرق غنى بالأوركسترا وفوق ده كله أغنيات جديدة أنا بفتكر يفترض علي أني أشهد به إشادة كاملة وأدافع عنه في أي حتة الله يخليك يا أستاذ والله أحمد أنت كنت منورنا والله في الحلقة دي
وابدعت وكنت ضيف عزيز علينا الليله في حلقه المايسترو عن الغناء الشعبي، وربنا يوفقك كمان يا ابو احمد. اللهم امين يا رب جميعا ان شاء الله، ورمضان كريم عليكم كل سنه وانتم طيبين. يا سلام، شكرا يا شكرا. الله يخليك يا ابو احمد. شكرا يا كنا، شكرا مصطفى، شكرا استاذنا الموصلي، شكرا على الافادات في حق الشباب، وشكرا يستاهلوا يستاهلوا، وشكرا لتاريخك الجميل في الغنى الشعبي والغنى الحديث كمان. الحمد لله، الله يديك العافيه. شكرا لكل زول تابعنا الليله في هذه الحلقه من برنامج المايسترو. حبينا نوصل صوت الشباب ديل، الصوت الشعبي الجميل والمغنى اللي شكل مزاجنا لسنوات طويله، وحيظل هو بنفس رونقه وسحره وجماله طالما في فنانين جميلين زي ديل هم بيتغنوا باللون الرائع ده من الغنى. لحد ما نتلاقى بكره ان شاء الله، خليكم بعافيه، الى اللقاء.